فرنسا بلد الأكورديون والعطر، برج إيفل وقوس النصر واللوفر. فرنسا بلد الخبز والمايونيز، يتصارع على ملكيتها نابليون بونابرت وفولتير وموليير وفيكتور هوغو. انضم إليهم بلاتيني وزيدان، وقبلهما لويس لوران صاحب أول هدف في نهائيات كأس العالم، وجاست فونتين صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في دورة واحدة، وكان ذلك عام 58. لسنوات طويلة بقي الديوك حبيسي المربع الذهبي، حتى حين بدأ أنهم قريبون من النهائي. قلب زملاء رومينيغي تأخرهم في الحصص الإضافية في موقعة إشبيليا الشهيرة عام 82. انتظر الفرنسيون 60 عاما لإعادة تنظيم كأس العالم، ومن ستاد دو فرانس كان التحرر من العقدة. بعدها كانت نكسة 2002 حين أصبح زملاء زيدان أول حامل للقب يغادر المسابقة من الدور الأول. جيل ذهبي انتهى بنطحة زيدان لماتيراتزي في نهائي مثير على الملعب الأولمبي في برلين. اليوم تقع فرنسا في المجموعة الثالثة رفقة استراليا وبيرو والدنمارك. يطرح اسمها بقوة هذه المرة لتكون من أبرز المرشحين لنيل اللقب، فالمدرب ديديشان يمتلك أبرز اللاعبين وأغلاهم في أغلب المراكز في التشكيلة،